أصدقائي، عادة أنا كتير بحب تابع مسلسلات على نتفليكس لحتى أحكي لكم عنها وأعملكم مراجعة بسيطة عنها، وهيك منتعلم عربي بطريقة جديدة شوي، وكمان فيني أحكي لكم كلمات مختلفة يمكن ما تخطر على بالي بفيديوهات عادية. واليوم رح أعمل نفس الشيء، رح أحكي لكم عن مسلسل دبي بلينك يلي واحد من أصدقائي اقترحه علي. يمكن زعلان مني أو ما بعرف كأني عملت له شيء. قبل ما بلش وفوت بالموضوع والسيرة كلها، لازم لكم من الأول إنه من بعد كم حلقة، لحظة شو أول حلقة، من بعد كم مشهد رح تجتاحكم نوبة كآبة لا يعرفوا لها سببا. يعني فينا نفهم من هالكلام إنه أنا عملت اللي علي وخبرتكم، ولو حابين تشوفوا أهلا وسهلا فيكم بسبيك ريل أرابيك. قبل ما نبلش بدي خبركم بسرعة، لو حابين تشجعوا حدا يتعلم العربي أو لو أنتوا نفسكم حابين تتعلموا العربي، فيكن تدخلوا على رابط كورس 0 to 15 minutes in Arabic يلي فيه طريقة مميزة جدا بتساعد المتعلم إنه يحكي العربي بوقت قصير. وهلأ ندخل بالموضوع على طول. بس لحظة، حاولت اليوم هيك تهندس شوي بما أنه رح أحكي عن الطبقة المخملية. صراحة يا أصدقائي، المسلسل له تأثير سلبي على الأشخاص يلي عم تشتغل وتتعب باللي عم تطلعوا وعندهم هيك شوية أمل وتفاؤل بمستقبلهم ونجاحهم. هلأ ما بعرف ليش، السبب واضح. في كتير عالم صاروا مليونيرز بدبي وأنا واحدة منهم. I live a life where I can't imagine living this anywhere else in the world. ما بعرف يعني، بس الشعور يلي بتحسوه انتو عم تشوفوا هالمسلسل هيك حلقة بعد حلقة بتحسوه تقيل تقيل على القلب. ما لنا بطول السيرة، عن جد خليني اشوف المهم ما لنا بطول السيرة، المسلسل بيحكي عن شخصيات الغريب انها حقيقية وموجودة بواقعنا الجميل، وفعليا هي هي حياتهم وهذا هو يعني هذا هو اسلوب حياتهم. وصلت معي 300 دولار حولتها لمليون. Show me the money. بس الظاهر هذا أنا ما وصلت له بسهولة، تعبت كثير لين ما وصلت للي أنا عليه اليوم. The millionaire world is very small. You know one, you know all of them. طبعاً أنا كل الوقت عم أقول لا، يعني يا جماعة هذا أكيد لإسقاط الضوء على إنه الحياة كيف تتغير لما ممكن الواحد يصير معه مصاري، وإنه لا تصيروا هيك يا جماعة وبكرة بس هيك يصير معكم مصاري، يعني كيف لازم تتصرفوا. بس لا، طلعوا عن جد عم يحكوا. خلينا نحكي عن الشخصية الأولى، The Queen of Versace. I am the Queen of Versace. اسم الله عليها البنت حلوة. هالكوين وصلت على دبي وما معها غير كم 100 دولار، وبعد هيك فترة ما بعرف كم سنة الله فتح عليها وصارت مليونيرة، مدري ملياردير الله أعلم. هذا الشيء صار من خلال شغلها بالعقارات. جد؟ هلأ أنا ما بعرف، بس هي أكيد كان عندها إمكانيات وإصرار لحتى وصلت لهالمستوى يلي بعتبره مو سهل. اسمها زينة بالمناسبة، زينة الحلوة زينة. بس انتبهوا، بين الأغنياء في الحقيقة وفي المزيف. الشخصية الثانية رفيقتها المقربة لزينة اسمها صفا. أول مشهد لصفا بيعرض لنا مشكلة كانت هي عم تعاني منها، مشكلة كبيرة صعب الواحد يمر فيها. أنا ما بتخيل كيف هي تحملت، وهي شاركتنا حزنها وانكسار وكانت كتير مقهورة. الحق معها، عن جد عم بحكي، يعني هلأ هون ما في مزح بالموضوع. هلأ لما قلكم شو هي المشكلة رح تعرفوا ورح تقولوا إنه يا ريتنا جبنا علبة المحارم قبل ما نكمل هالفيديو. أصلاً كان صعب أعمل هذا الفيديو كله مشان هالمشهد. المشكلة إنه ما عاد عنده مكان بالخزانة اللي طول قد الشارع تعلق جنب لا تحط تيابه. How much is this one? 10,300 dirhams. 10,300. I think it will look really beautiful for tomorrow. Look at this dress. Look how crumpled it got. طبعا هي كانت حزينة ومقهورة وشاركتنا مشاعرها مشكورة. الله يا ربي اجعلها أكبر المصايب. لا ما طبيعي، ما طبيعي يا لطيف. المهم صفا مصممة أزياء ومتزوجة من فهد يلي كمان اسم الله وضعه فوق الريح، وكله فوق الريح وما حدا على الأرض، وكانت من قبل حسب ما فهمت من المسلسل أنه بتشتغل بالعقارات. هن هيك عيلة صغيرة عندهم بنت نعومة ولذيذة. ومن هنا ننطلق إلى الشخصية الثالثة يلي هي قبل كل شيء كتير مشغولة وما عندها وقت تحك راسها بالمرة أبدا. بالنهاية إذا بدنا نحكي منطق، نزلت السوق بتاخد وقت. خاصة بيها اللي عم نحكي عنها اسمها إلجي، أرملة
تزوجت لما كان عمره بالعشرينات 21 سنة من ملياردير سعودي عمره فوق 50 سنة عن حب، حتى تشوفوا انه الحب ما بيعرف عمر. اسمى مواقف الحب هي. زوجة يا أصدقائي توفى بعد زواجهم سبحان الله يرحمه بالسرطان. Sadly, he passed away from cancer. ومثل ما هي بتقول عنده منه بنتين بس ما بيظهروا بالمسلسل أبدا. المهم بأحد هالمشاهد LJ بيكون عنده ديت. ركزوا معي بالديت تبعه. تجي هليكوبتر لعنده تاخذها على المكان يلي عم ينتظر فيه الحبيب المستقبلي أو الشريك المستقبلي اللي هو. حسيت باربي، حسيت لعبة. أبشع شيء حدا يجيب لي هو وردة حمراء بيج أكس. أنا فكي جيب كادو. Never heard of you. Really? I'm used to it. المهم هذا الشخص اللي عم يستناها اسمه إبراهيم، كمان مليونير ملياردير. هون ما في أقل من هالمستوى أصلاً بهذا المسلسل، ما تفكروا يعني. المختصر إنه الشاب بالآخر ما بيعجبه. يا جماعة هالبنت طلبها بسيط، كل همة إنه الشخص اللي هي بدها تكون معه قادر يجيب لها شنطة شانيل. آخر همة المصاري، ما بعينها البنت. كمان أذكر لكم مشهد كتير مهم بين إلجي وصديقة سابقة لها اسمها فرحانة، بيكون في مشكلة كتير كبيرة بينهم كأصدقاء. What? Yeah, it's sponsored and I get paid for it. It's my work. Oh, she's so nosy. Okay. Thank you. Really, should stop this. No, but I'm sorry. They're asking me, and I'm apologize over my dead body. Oh. الصراحة هاي المشكلة ما تكون صايرة بيني وبين رفيقتي بطالة كرت. ما بعود بتطلع بوشها ولا بقعد بالمكان اللي هي بتكون فيه. شو هي تعمل لي منشن على محادثة؟ ما بعرف شو هي. لك أنا ما عرفت أصلاً شو هي المشكلة ولا فهمت عليهم. أوكي أعزائي الشخصية الرابعة لوجين عمران، المصلحة الاجتماعية بالمجموعة، وهي فعلاً بتحاول إن دائماً تضبط العلاقات بيناتهم، إذا في مشاكل بحياتهم الشخصية تساعدهم يحلوها ويتجاوزوها. وشكلها هي عن جد بتحب هذا الدور، يعني شخصية تعبانة على حالها وهي إعلامية مرتبة. If you allowed me to help you, I would love to. لأي شخص يحاول يكسرنا. الحياة عبارة عن تجارب. الحفل ما راح ينتهي لسه. قبل ما أنهي لكم الأحداث، كان في مشهد عنيف شوي بين زينة ودانيا، شد شعر وهيك شيء يعني. وكتير شفت فيديوهات لحتى أعرف هل المشهد كان حقيقي وواقعي أم لا، بس حسب ما الناس عم تدعي وتقول إنه هو كان حقيقي، بس الغريب إنه تصور. الشخصيات الثانية بقى بتحسون مجموعة ضمن مجموعة. دانيا، إبراهيم، بليس، فرحانة، كريس، بريانا. كل المسلسل كان عبارة عن خناق وقتال وشد شعر، وهي حكت على هي وجمعات ومصاري عم تنكب، ويعني شيء بعل القلب. بيجيب لكم الجلطة بوقت قياسي. الشيء الوحيد يلي ممكن يعطي هيك بصيص نور من هذا المسلسل فكرة إنه أي حدا ممكن يعمل مصاري، أي حدا ممكن يكون غني، سواء عن طريق الصدفة أو عن طريق المثابرة والإصرار. بس برأيي الغنى هو غنى العقل قبل ما يكون غنى المادة. شكراً كثير لاستماعكم، وإن شاء الله بفيدكم بفيديوهات تانية ما بنصح فيه. Not recommended. لا تنسوا تعملوا لنا لايك وتشتركوا بقناتنا لفيديوهات أكثر على قناة Speak Real Arabic.